عزيزي الطالب، مرحبا بك على المنصة الوطنية للتعليم عن بعد. لتتمكن من الدخول ومتابعة الدروس المسجلة، عليك باتباع الخطوات التالية: أولا، الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة eadmers.series.dz، ثم عليك بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر اللذان هما على التوالي رقم التسجيل والرقم السري الموجودان في كشف النقاط الخاص بشهادة البكالوريا. بعد تمكنك من الدخول إلى المنصة الرقمية، انقر على القائمة للصفحة الرئيسية للموقع، وإذا لم يتم عرض القائمة، انقر فوق المربع كما هو موضح، وهنا يتم عرض الصفحة التالية لاختيار مجالك، وعليك بالنقر فوق المجال لتصل إلى وحدات التدريس الأساسية. كذلك عليك بالنقر على التسجيل الذاتي للانضمام إلى الدرس. الآن يمكنك الدخول إلى وحدة التدريس وبداية التخطيط ومشاهدة الدرس. وفي الأخير نتمنى لك عام دراسي موفق.